احكينا عن الطفل هذا كيف تم انتشاله؟ طبعا الطفل تم انتشاله من خلال طواقم الدفاع المدني، واحنا بنعمل جوا زي ما انتم شايفين. كنا بننتشل طبعا في الطفل ووالده، جاري العمل على انتشال والده، في كمان تسع اشخاص تحت الركاب جاري العمل على انتشال. طبعا في من ضمنهم اطفال ونساء وعداي. لحظه زي ما انتم شايفين عداي يشبك الكابل، يبدو انه طفل رضيع. طفل رضيع طبعا، حضن والده، كان في حضن والده. اسحب عشان عندك، اسحب الشاب اللي عندك. هي انت يا خلص، مشاكل قاسيه ومؤلمه. يلا في هذه اللحظات عمليات انتشال هؤلاء الشهداء، وهذا الرجل من بين اطفال هذه الجنود التي مسحت من السجن المدني ولم ينجو منها احد. انا ريحني بس الوقت، روح لك هذه. طب تعال انت. يلا. دقيقة يا شباب، المكان ضيق مش بالسهل. ابعد لي، دخل كثير. امسك هدية يا محمد. طب راحتكم يا اخوان. الرب اللي مش لابسين بلاش راسك كذا. اشترك يا رب. تتعور هاي، تعالوا. شوف الوضع ان شاء الله تمام، ان شاء الله هي شوي احنا طلعنا ان شاء الله. خلاص تمام، مش العمود هذا، طلع في فرشة، هي الفرشة اللي بصيت عليها. شفت المكان اللي جبت منه الجوالين هدول؟ العمود هاي هنا في قفاه، عرفوا الجبال في قفاه الجهة الثانية؟ في قفاه في ردم.